من بقوا في الجولان سكان الجبل الشيخ فقط، واصلا كانوا متواجدين كلهم في مجد الشمس، يعني بقعاتها مسعدة وعنكنية وبنياس وجبهة الزيت، نزحوا الى مجد الشمس لانها بلد توحي بالطمأنينة وعلى سبب تختبئ في جبل الشيخ، ولم يحدث فيها معارك اصلا، لم يكن بقربها اي مراكز تجمع للجيش السوري او اي عمليات حربية باستثناء المقاومة الشعبية، والمقاومة الشعبية لم تبدي اي مقاومة تذكر او اي شيء. لكن الاحتلال الاسرائيلي فيما بعد سمح للدروز بالعودة الى قراهم وطرد باقي الطوائف، هذا مهم جدا ان يعرف، لانه يبدو لاسرائيل كانت هنالك كثير من ال يعني اسرائيل سكرت من انتصار 67 وفقدت جزء من وعيها السياسي او من اتزانها السياسي بهذا النصر الاسرائيلي السريع وغير المكلف ايضا، فبدات تفكر باقامه دوله درزيه مثلا. واتينا على ذكر كما اسعد كنج ابو صالح، فابن اسعد كنج كمال كنج ابو صالح هو من وضع دق المسمار الاخير في تابوت الدوله الدرزيه لجلالون.